اللي وراك. برافو برافو، يلا يا شباب، عادي عادي، برافو. لا كمل كمل. ثانية كابتن خالد. أيوب دلوقتي محمد الحسين البطل باحترام وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقعد 7 ساعات في المية في المنش، وقعد 17 كيلو. أنا اسمي محمد الحسيني، سابح المنش، عمري 19 كيلو في 7 ساعات متواصلة. أنا فرحان، أنا مشترك هنا في إيفنت ده عشان جدا، عشان مصر نحافظ على صورتها وصورتها هتبقى مرفوعة في كل مكان، هي واضحة لصورتها اللي احنا بنعمل حاجة مشرفة ليها. وأنا زعلان الظابط هو استشهد النهاردة الصبح، عشان كده أنا زعلان. النهارده انتوا شايفين يعني الحمد لله مستواهم عامل ازاي، ومنهم حد من ولادنا كان حاول ان هو المحاوله بتاعت عبور المنش، وان شاء الله منهم هنطلع منهم ابطال ويعبروا المنش ويبقوا يدوا رساله للعالم كله. بنقول ان ابنائنا ذوي القدرات الخاصه فدول ابطال، وهيرفعوا اسم مصر أكيد وعلى مصر على طول في كل البطولات العالمية إن شاء الله. كلكم هتهتفوا وتقولوا تحيا مصر، تحيا مصر.